سيدتي سادتي، مرحبا بكم في حصة كل رياضات. هذه حصتي تبث كل يوم على الساعة 9:30 بتوقيت الجزائر على قناتكم الأكمل والأجمل، قناة سوبر ديزان. ها هنا نحن اليوم نعود من جديد كالعادة لاستضافة الأخ والزميل والمحلل أحمد شوبير. أولا سيدي مرحبا بك. السلام عليكم والسلام على الجماعة اللي تشاهد فينا هنا في الجزائر وخارج الجزائر. شكرا لك زميلي أحمد شوبير. موضوع اليوم سوف نخصصه إلى صفقة بن طالب الذي انتقل إلى نادي شاك الألماني، فما هو تعليقك حول هذه الصفقة سيدي؟ لعاب اللي يكون واثق من نفسه، لعاب اللي يكون عنده شخصية كبيرة، لعاب اللي يكون الناس كما يقول لك يكونوا دايرين فيه ثقة كبيرة وعارفينه بلي لعاب كبير. هذه شاك هذا من الإنجليز راح للألمان، أول جزائري يلعب في شاك، أول جزائري لعب في شاك، ولا مشى خابر عين كلب، أول عربي في فريق ملكي. هذه فريق أقدم فريق، هذا هو الفريق تاع هتلر، الناس اللي ما تعرفش الفريق اللي كان يعشق فيه هتلر شاك، فريق قديم، فريق عنده تاريخ، فريق اللي كل عام يلعب كوب دوروب، فريق اللي جرامون راول يا سي بشيخ عيبتو على الانجليز، ازيدوا عيبوا على الالمان خاطش على فانيك جزائري في الالمان، زيدوا قولوا الالمان ما كان والو فانيك تاع شاك ما يعرفوش البالون، نتوما تعرفوا البالون اخويا، روحوا عيطوا لهم قولوا بلي راكم غالطين، عطاوه لميروديس قال لك هذا على بالك. عيط لي اليوم واحد من الالمان، والله لا من الالمان، عيط لي يسكن في هذه ليكيب تاع الشعب، قال لي هنا راهم يهضروا، قال الجريده والصحافه اذاعه السمعيه، قال لك قال لي يهضروا، قال لي نسمع فيهم دروك، قال له هذا وين كسبنا راجل محارب في لي زونترينا، في لي زونترينمون عرفوه صحافي شهدر، قال لهم كسبنا راجل محارب على بن طالب، قال كسبنا راجل محارب، قال لي راني نسمع فيها عيط لك راني نقول لك بلي اش سمعت راجل محارب مرسلين ناس اللي رايت ناس اللي تعرف البالون، ناس هذو شاك مشي عميين ومشي على الله، قالوا ما كاين واحد في لافريك روحوا جيبوه ولا واحد في البرازيل كان يلعب في الرملة في ريو دي جانيرو راحوا جابوه، ولا من داو ولا جاو داو منا كاين لعابه تاع شاك ما يعرفوش لهنا هاكو جاو داو فانيك منا شحال سبعة لعابة جزائريين اللي يلعبوا في الفريق الوطني المحترفين، أبناء الجزائر اللي في الغربة، هما لا غادي يشاركوا في كأس أوروبا السنة. سبعة سابقة تاريخية، سابقة أول مرة في التاريخ تاع فريق الوطني الجزائري، يعني علاش فريق الوطني الجزائري سبعة تاع لعابة نحسبوهم، فيها سليماني فيها جماعة وطلع فيها السوداني اللي الصحافة ما بغاتش كاع تهدر عليه البارح، هو اللي كاليفا بلاده، كاليفا ليكيب تاعه، نهضروا عليه هنا اليوم، جبنا على بن طالب ونجيبوا على سليمان ونجيبوا على السوداني، الصحافة اللي ما بغاتش تهدر بسوداني باللي ماركا كاليفا ليكيب تاعه في 97 وقيل في 37 ولا والله ماني نعرف، المهم هو اللي كاليفا ليكيب، سوداني هو اللي كاليفا ليكيب، ما يجوش اليوم يبغوا يسكتونا كيما بالشيخ شا قال لهم، قال لهم الفريق الوطني شتا ولا، قال لهم ما فيه زوج جوارا يلعبوا برك، قال لهم كاين زوج جوارا اللي ملاح وما ملاح كلش مبني عليهم، اللي انت الناس غادي يشاركوا سبعه في الكوب دا كوب دو كوب دورو سنة اول مره في تاريخ تاع كره القدم الجزائريه سبعه، اللي انت قلت كاين هي زوج جوارا برك ملاح راهم يلعبوا، بن طالب من انجليز ما هوتش ما هوتش الاخرى اثيوبيا من انجليز مشي عويديه من الالمان عاود ولا ضرب الحيط ولا مشي من الالمان عاود ولا من انجليز هود الالمان راك فاهمني واو لله العيد من انجليز هود الالمان شيكور تاكل على روحي خويا نلعب لي توما قلتو بلي هذا لوترينير استدعاء لاعبين ليستا العجيبه سموها لا ليست القائمه العجيبه قال لك بن طالب مشى يلعب صح، ما نسيت انتوما متعرفوا انتوما ما تعرفوش الفوتبال انتوما نسيتوا بلي ديبي تاع الشامبيونا زفان هارا قول كيف قال لهم نتكلم عليه انا زفان تاعي انايا كان من القضيه تاع كان ما لعبت صح غادي يلعبه كونت مونبيلي غادي يلعب غدوه ولا ما غادي يلعب كونت مونبيلي لا يلعب قال لهم قالوا نلعبوا بن طالب قلتوا بلي هو كيما علاه
بدون فريق. لا راه في سي راه الشامبيونا يتلعب اي في سي ماتش ما لعبش هذا كاع، ها راه الخميس الجاي، الخميس الجاي تسيبكم تهضروا عليه فاني كيما راكم تتبعوا فيه، هضروا على تاعكم لا بغيتوا ربي ما تولوا خليهم متسوسين العين محطوطه عليهم. ترى اللي يشوفوهم في البليده يلعبوا ليكيب اللي تجي ندقدقوها بثلاثه اربعه ونطيقهم يهودوا. لا بغيتوا ربي ما تبقاش ديروهم منا في التلفزيون، رانا عندنا بلايص وين نتبعوهم، انتوما ما تبقاش ديروهم، انتوما هضروا على تواكم، سقموا غير روحكم وسقموا غير القعده اللي تقعدوا فيها، عندكم عقليه تاع الحمام تاع النساء في الحمام، تقول النساء في الحمام، بس طلب على الجم، وسبسي على الجم، وانت على جيت، وانت على جيت، وانت على جيت، وانت على جيت راك تهدر، انت شكون يسمع لك؟ وانت على جيت، بزي على الجم، وانت على جيت، وانت راك تهدر، كيما ذاك في محرز لو موندونتي يهدر عليه الماليكا ولا تقول مويتي مارز مويتي مارز قالت له خلوني يسلم عليه بين عيني. وذاك الصحفي ذاك اللي مربي شعره كان كان يخدم في تصباحيات يجيب لي نسا يهدر معاهم يقول لهم الحمير ديري سيدتي غوش عليف ديري تعبان كيسموها بريونيف ديري بريونيف لا 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 بروند لو شاتان لو شعر كي يسموه فرنسية شوفو شاتان لي زيو كوم لي سولي راك فاهم شوارب لولي راك فاهمني لي زيو لي سولي يكونو شابين العنق يطريش لي رانون يجي يجي يهدر لها جابوه في السبور قال لهم كيما هكا قالوا شدوا على محرز قال لهم محرز تجيني ثقيلة باش نقول محرز 100 جيوا انا كنت في ماك ديريكتور تا تبون تعمل لي غير قولوا نوضي هيا نوضي هيا انت اروح انت انا جبت هذا انت فاني كي اي خرجوا عليا كاع كاع نطردهم ندير لهم التبهديله قدام الامه العربيه كاع الجزائر كامله ندير لهم هيا كاع الموند كامل يشوف بلي انا طرد هذا زوج تايا محرز الملكه تاع انجليز تقول لهم ويتي ماريز جيبوا لي لو بتي دو ماريز لو بتي اللي كرو ماريز البتي والكبير اللي كنشوفهم اللي كنسلم عليهم في زوج جيبوهم لي هو قال لا تجيني ثقيله باش نقول محرز كي والو محرز مليح هاو كاع كيما هاكا الغيره كاع كيما هاكا هاو شاك باغي باغي داك جارك اللي يلعب يلعب فما قبالك والله ما واعد ما يلعب هاو شو ايه غازي مازال اللي يلعب انا خلعت اليوم باش نتغنطرس غازي يجري ويطيح مازال يلعب لما يروحش يدي انا ما يروحش يدير 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 سيبيرا يخدم هكا هذا ويكملوا يروح يديروا سيبيرا يمشي يروح يتسامع زوج تاع جوار اصحابه اللي كانوا يدوا الدراهم بال 500 600 عيطوا يقولوا ودي حنا خونا دينا الدراهم بالعرق رواتو نصفوا دراهمنا رواتو نحلوا ايكول تاع دراري كيما راه داير الحاج مرزقان المحارب الصغير الدبابه الصغيره لو شوفال دو بلون الشوفال بلون العود الابيض كانوا يديروه اشهار مع الريحه في الالمان هو خاصنا دوك المعلقين تاع بكري مي قال لها قال لها قالت له الاخ هذاك تاع تيارت مسكين الله يرحمه قال لها قال لها او باجي قالت له مع كي سموه كسموه قال لي مات مسكين مرزوقي لا مشي مرزوقي مشي مرزوقي الله يطول في عمره مرزوقي كان بكري مين يعلق لك يعلق لك على البارتيه ويحلل لك البارتيه في 9 دقيقه يحلل لك البارتيه يعطيك نظره شابه على البارتيه صالح صالح واه صلاح 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 الله يرحمه مسكين الله يرحمه قال له كما يعلق قالت له اخ صلاح قالت له الاذان قال له كلا اذان رانا في حرب رانا في حرب بصح كنا في حرب كنا في حرب رانا في حرب قال له كلا اذان رانا في حرب لي زالمون راحوا ترجموها بالالمانيه قال لك درنا حرب قال لك درنا حرب اليوم خلعوا ترجموها كي خرجوها ترجموها هما كي بالالمانيه شلاح فين فين هيا 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 حرب قالوا خلايا كنا في حرب احنا ما على بالناش راك فاهم قالوا كنا درنا حرب شو لي سبيكر كي داير حراره كي داير يجي شو صحابي كي داير يموت على الجزائر الدم تاعو يخليه فمك كراعو يخليه فمك لسانو يقلع لا فوا يقيسها صحابي يجي انت مكاليفي دوزيام تور دار له كيما هكا الفوتبال طاح نيفو تاع الفوتبال طاح في غولي مسكين شي باغي يلعب في فالونسا باغي يروح لايكيب كبيرة في طوزي ديبان والاعلام تاع الجزائر بان قالوا لا قالوا تاع فالونسا ناس مليح كل عام كل عام يديروا وعدة وعدة تاع 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 سيدي فالونسيا وعدة تاع سيدي فالونسيا ها شيطان
انا الشيطان. تحيه بن طالب وتحيه كاع اللعابه تاع الفريق الوطني وتحيه كاع الزهراتات تاع ليكيب ناسيونال وتحيه الجزائر والله يرحم الشهداء تاع الفريق الشهداء تاع الجزائر تاع الثوره تاع الثوره والله يرحم الشهداء تاع واجب الوطني وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر. شكرا لك يا احمد شوبير. حصة قادمة ان شاء الله بربي. صحيت خويا.